بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ادينا النهاردة الحصة الزيادة دي عن موعدنا علشان انتوا شايفين الميد ترم يوم 12 وانا مش عايز ان احنا نتكعبل خلاص، فعاوزين ننجز وفي نفس الوقت عايزين يبقى عندنا فترة ان احنا نعيد. بص انا بقول ايه، نعيد شرح المنهج تاني، لان خد بالك انا ما يهمنيش زي ما قلت لك اسئله تيست بانك او اسئله ان احنا نجيبها من مصادر، يعني بديك سامبلز منها، لكن انا اللي يهمني ان انا اعيد شرح المنهج تاني، يعني اعمل حصتين كده اعيد المنهج عشان نستريس النقط اللي فيها حاجات ايه مهمه. نخش في الموضوع على طول. احنا شابتر 2 اتفقنا ان احنا هنغطي فيه كام نقطه، أماني مش تكتب النهاردة على فكرة، النهاردة انت هتعمل برضو ريدنج كده وتكمل معي شوية نقط خلاص. اخدنا النقطة الاولى بتاعت انواع السي بي اي فيرم، وبعد كده اخدنا الهيراركي التقسيم الوظيفي للسي بي اي فيرم، وبعد كده اخدنا الستراكتشر ان احنا قلنا من الافضل ان يبقى كل مجموعة فاهمة بتعمل ايه الا في المكاتب الايه الصغيرة، وبعد كده خدنا البروهيبتد سيرفيسز اللي قالها قانون سوكس، لو انت عندك اوديت كلاينت للشركات المساهمة وتيك كير من كلمة اكتوريال ايه سيرفيسز وما تحمله من معاني. دخلنا بعد كده قلنا ايه الجهات البوديز اللي بتصدر الستاندردز ان ذا يو اس اي، وعرفنا ان العالم دلوقتي مستقر على ان الاي اي سي بي اي بيحط قواعد لو المكتب بيراجع شركات نون بابليك او برايفت، انما نزعت سلطات الشركات البابليك الى البي سي اي او بي اللي هو البابليك كومبانيز اكاونتنج اوفرسايت بورد، واكدنا على ان الجهه الاولى فولي بروفيشنال والجهة التانية سيمي بروفيشنال، والجهة الأولى سيلف امبلمنتد قطاع خاص عشان كده حصل من تحتها بلاوي. دخلنا بعد كده في النقطة السادسة قلنا طب ايه هي قواعد الاوديت، الجماعة الامريكان دول سواء اي اي سي بي اي او باكو، ايه هي الستاندردز اللي المفروض تتوفر عشان تمارس مهنة الاوديت. فخدنا الحصة اللي فاتت ما يسمى بالجنرالي اكسبتد اوديتنج ايه ستاندرد، وقلت لك ما تزولش نفسك في الفرق بين ستاندرد او برينسيبال، ضربت لك كله في الخلاط، وقلت لك انت كده كده هنسميهم برينسيبلز وهم عبارة عن 10 قوانين متقسمين لثلاثة جروبس صح. المجموعة الاولى اللي كان اسمها جنرال ايه ستاندردز اللي كانت بتتكلم على الصفات الشخصية، المجموعة التانية اللي كان اسمها فيلد وورك اللي بتعمله أثناء الفحص، المجموعة التالتة ما يطلب منك وانت بتكتب مين التقرير، وبالمناسبة الشابتر اللي جاي بيتكلم في كيفية كتابة التقرير. حلوة وقفنا لحد كده، ايه اللي بقينا في الشابتر بقى؟ بقينا بوينت 7 وبقينا بوينت تهمة بوينت 8 اللي احنا جايين ناخدهم النهارده. هنعمل سامبل كده شويه اكسرسايزز خلاص. افتحوا الورق بارت 4 خلاص، بارت 4. بص يا باشا بقى، عندنا دلوقتي نقطه مكتوبه عندك، اقرا كده العنوان اسمها سيستم اوف ايه كواليتي عشان برضو ما نرغيش كتير، كواليتي كنترول. تاني سيستم اوف ايه، رد عليا، كواليتي كنترول. اسمع يا ابني، اكتب عليها بالعربي كده نظام التفتيش، تاني نظام التفتيش على جودة خدمات مكاتب المراجعة، تاني كواليتي كنترول ببساطة اسمه ايه يا حبايبي؟ ها، نظام التفتيش على جودة خدمات مكاتب الايه المراجعة. عاوزين نعرف مين اللي بيفتش على مكاتب المراجعة، بص بيعمل ايه، بص اللفظ هحوله كواليتي انسبكشن، تاني كواليتي ايه انسبكشن،
يلا اولاد بالراحه. يبقى احنا بهدوء، الحصه مش تاخد ساعه بس ركزوا. يبقى احنا عاوزين ناخد دلوقتي حاجه اسمها ايه، رد عليا، كواليتي كنترولز. ايه هي دي بقى؟ اي مكتب مراجعه بيخضع لعمليات تفتيش، بيتفتش عليه عشان يتاكدوا ان طبق كواليتي اليمنتس معينه وهو بيراجع وهو بيشتغل. تاني، معايير تطبيق الجوده، ان مكتب المراجعه بتيجي جهه، بص بقول ايه، بتيجي جهه تفتش عليه عشان تتاكد انه طبق، بص اللفظ اللي انا هقوله بقى، 6 كواليتي اليمنتس. يعني هم بيجوا يفتشوا على جوده الخدمات المقدمه في مكاتب المراجعه من وجهه نظر كام بند؟ ردوا عليا يا اولاد، 6 عناصر يجب ان يتوفروا بحيث ان المكتب يبقى بيقدم خدمات بايه؟ بجوده. قبل ما اقول لك الست عناصر وقبل ما افهمك هتتسال ازاي، خلاص، عايز اسالك سؤال بسيط. تفتكر مين الجهه اللي هتفتش على مكاتب المراجعه؟ انا هقول لك، هم مكتوبين قدامك. لو المكتب هيراجع شركات بابليك، هو على فكره المكتب بيراجع شركات بابليك وشركات نون بابليك، معنى كده ان شغله في مراجعه الشركات الايه؟ المساهمه. اكيد مين اللي هيجي يفتش عليه؟ باكو. ودي احنا قلناها صح ولا غلط؟ الباكو ده بقى، بص بقى، ده بيعمل حاجات خطيره، بيجي يفتش عليك وبيعمل حاجه اسمها ترينيال انسبكشن، يعني يجيب خبراء ويجيب طلبه من جامعات مختلفه، عارف في كليه الطب كده، مش لاقي واحد، هم بيعملوا العمليه بياخدوا الايه، الشباب الصغير يشوف العمليه، خلاص. الباكو بياخد خبراء وبياخد ناس لسه تحت التدريب ويروحوا يفتشوا على مكاتب المراجعه اللي بتراجع شركات ايه، رد عليا، بابليك. يعني هم بيفتشوا على ملفات مراجعات الشركات الايه، البابليك، خلاص. طب بص بقى اللي جاي، طب افرض المكتب عنده ملفات لشركات مش بابليك، شركات يرد عليا برايفت. الناس فاهمه غلط بقى، فاكرين ان مين اللي بيروح يفتش؟ الاي اي سي بي اي. لا، الاي اي سي بي اي، ركزوا في اللفظ اللي جاي ده، عامل نظام اسمه بير ريفيو بروجرام. عامل نظام اسمه ايه؟ رد عليا، استنى ما تكتبش حاجه، نحرق الورق. بير ريفيو اسمها مراجعة الشركاء، مراجعة الزملاء. عارف ايه اللي بيحصل بقى؟ انا مكتب حازم حسن، حلو، اروح اراجع، ركز في القصة بقى، اروح اراجع على مكتب مصطفى شوقي، ولو في اي حاجة غلط اقوم جاي مبلغ مين؟ رد عليا الاي اي سي بي. استنى بس بالراحة، بير ريفيو هو مراجعة الشركات النون بابليك اللي هي الشركات اللي يرد عليا برايفت. هل هي حاجة خطيرة ومؤثرة في المجتمع زي الشركات البابليك؟ رد عليا لا. فمش مفيش جهة بقى معينة بتروح تفتش على المكتب ده، بيعملوا ايه؟ بيخلوا المكاتب تبعت ناس تشيك على بعض، يعني فلان يراجع على علان، يعني حازم حسن يراجع على مصطفى شوقي، مصطفى شوقي يراجع على ديلويت، ديلويت يراجع على ارنست يانج. بيسموها بير ريفيو، بيسموها ايه؟ رد عليا بير ريفيو. على فكرة دي كانت من نقاط الضعف اللي اسقطت مين؟ رد عليا الاي سي بي، لان ما بقاش فيه فحص جدي ولا تفتيش قوي زي مين؟ رد عليا الباكو. فانا مش عايزك تصدع حاليا في العالم دلوقتي، لو انت مكتبك بيراجع شركات مساهمه، مين اللي بيطب عليك يفتش؟ الباكو. طب بالنسبه لشغلي في الشركات الغير مساهمه، مفيش جهه بتيجي تفتش، ده بيتعمل حاجه اسمها ايه؟ رد عليا بير ريفيو. بيبقى مكتب بيراجع على ايه؟ على مكتب، وطبعا بيبقى كلها ايه؟ رد عليا، يعني مش حاجه فورمال قوي، خلاص. تاني، اسمه ايه يا اولاد؟ رد عليا بير ريفيو. المطلوب منك بقى دلوقتي ان لما بيروحوا يعملوا انسبكشن لمكتب، هم عايزين يتاكدوا ان المكتب ده حقق 6 كواليتي اليمنتس. كان مبدا رد عليا 6، هنقراهم وبعد كده هقول لك السؤال في الامتحان ازاي وهحله معاك، بس عشان تنجز، خلاص. اقرا كده اول حاجه، شايف التعريف ده بتاع سيستم اوف كواليتي كنترول؟ اكتب على التعريف نفسه ام سي كيو
او ماتشنج يعني التعريف نفسه ممكن يدخل في المالتيبل تشويسز او مين يا اولاد ردوا عليا الماتش اقرا كواليتي كنترول معايير الجوده كومبرايزز بتجمع الميثودز يوزد تو انشور انها تاكد لنا ان الفيرم المكتب meets its professional responsibilities. عارف يعني ايه؟ يعني ان المكتب طبق النواحي المحترفة السليمة to clients and the other للعملاء بتوعه والجميع المتعاملين. Quality control procedure اللي هي قواعد هذه الجودة help CPA firm. بص بقى ركز. هتساعد مكتب المراجعة انه ميت يلتزم بص اللفظ اللي جاي بالاوديتنج ايه اكتب عليها الجاز انه يطبق الجاز بص الحتة دي بقى consistently in every engagement. انا هنا ما بقصدش الconsistency بتاعت الشركة ده هو هنا بيقولك ايه طالما في ناس بتيجي تفتش عليا وطالما في ناس بتيجي تشوفني بعمل ايه يبقى ده هيساعد ان المكتب يبقى بيقدم الخدمة بشكل ايه محترم ثابت مش مرة يراجع عدل ومرة يراجع ايه وحش فبيقولك ده هيأكد ان المكتب بيطبق نواحي الجاز بشكل ايه ثابت خلاص نكمل لو الشركة بابليك ركز معلش معلش هو يعني ايه لو الشركة بابليك انا قصدي لو المكتب بيراجع شركات ايه بابليك annual or triennial inspection بيسموها اهم حاجه انك تبقى عارف انها سنويه annual او بيسموها ايه triennial inspection زي ما بيقول لك ايه طلعات استطلاعيه كده خلاص conducted by مين يا اولاد رد عليا الباكو معايا ولا لا اوعى تنام طب لو لو انا براجع شركات نون بابليك شغلي ده مين بيجي يفحصه انت معايا ولا لا يعني مين ياكد ان انا اشتغلت صح اقرا triennial بص الكلمه اللي جايه دي مهمه قوي peer reviews اكتب عليها المكاتب بتراجع على بعض triennial peer reviews conducted through مين اللي بينظمها بقى هذه مراجعه بيسموها كده مراجعه الزملاء بينظمها مين the AICPA national peer review committee لجنه خاصه بمين ردوا عليا بالاي اي سي بي اتفقنا طبعا شايف الحتتين دول اللي هي public ونون public اكتب عليهم صح وغلط حتتين دول بتوع بابليك ونون بابليك معايا يا اولاد ولا لا اكتب لي عليهم صح وايه وغلط نخش بقى في المفيد element of system of quality ايه control اكتب عليها كده ست عناصر لازم المكتب يلتزم بيها خلاص كم عنصر رد عليا ستة بص بقى الدكتور هو بيشرحهم دول تلاقي اراهم تك 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 خلاص تخش الامتحان بقى هتلاقي السؤال بطريقه مختلفه خالص بس انا عايزك الاول احنا هنشرحهم وبعد كده هقول لك هو بيفكر فيهم ازاي خلاص اول حاجه مكتوب ايه ليدر ها يا اولاد اقروا leadership responsibilities for quality within the ايه firm اكتب فيها كده سمعه صاحب المكتب تاني 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 بص اول حاجه اول حاجه ايه معلش اقرا leadership ايه ها بص انا كاتب لك جنبها tone at the top انا بتكلم على مين عارف بتكلم على مين على البارتنر الرئيسي اللي هو صاحب الايه المكتب انت اولاد مش ساعات تسمعوا ان في واحد محامي مشهور عنه انه بيشتغل في حاجات مشبوهه وفي قضايا مخدرات ومش عارف ايه وبتاع هل ده leadership responsibilities بتاعته في السوق او سمعته في السوق هل هي قويه ولا لا لا خد بقى اللي جاي مكاتب المراجعة ايه اللي بيخلي في مكتب يبقى من البيك فور وايه اللي بيخلي انت المصطلح ده هتسمعه لما تتخرج يقولك لا يا عم ده مكتب تحت السلم يعني ايه مكتب تحت السلم رد عليا يعني مكتب صاحبه نفسه معايا ولا لا ما عندهوش معايير جودة في التشغيل في حاجات كتير قوي بس هي القصة بتبدأ منين بص بقى الحتة دي انت بتقدم سيرفيس يعني انت زي الدكتور وزي المهندس وزي المحامي وزي المدرس فانت الخدمة دي بتتبنى من حاجة اسمها الريبيوتيشن يعني ايه الريبيوتيشن السمعة معايا ولا لا فاول حاجة عشان المكتب يبقوا ذو قيمة وله معايير ايه رد عليا جودة بتبدأ من حاجة اسمها ايه مسؤوليات القيادة بتاعت صاحب مين المكتب خلاص اقرأ تاني leadership responsibilities for quality within the firm
عارف لما يجي يقول لك ايه؟ اذا كان صاحبها مش كويس، هل بقيت المكتب هيمشي بشكل سليم؟ رد عليا لا. يبقى اول حاجه بتبدا منين؟ بص بيقول لك ايه، تون ات ذا توب، اللي هو صاحب مين؟ المكتب. تاني حاجه بقى بيتفتش عليها، اقرا relevant. خلي بالك بقى من الحته دي، خلي بالك انا بقول اهو relevant ethical ايه؟ اكتب جنبها كلمه واحده، الاستقلال. على فكره انا قلتها لكم الكلمه دي، مش احنا قلنا الاندبندنس ساعات بيسموها ethical ايه؟ requirements، اللي هو ايه؟ لازم بيفتش على المكتب في النواحي الخاصه بالاستقلال، in fact وان ايه؟ appearance، علشان يتفادوا ان المكتب يكون بياخد رشاوي وبيبقى بياسد لجهه معينه. فيبقى رقم اتنين بيفتشوا على النواحي الايه، رد عليا، الاخلاقيه. طبعا ازاي؟ دي قصص. يعني ازاي بيفتشوا؟ ده في حاجات بيتسجل لهم، في حاجات بتبقى النيابه بتتابعهم. ساعات كده هنا في مصر اسمها يقول لك هوب فجاه الرقابه الاداريه خدت ناس، ازاي بقى؟ ليها قصص مش بتاعتنا. خلاص، طب اللي بعده، بصوا بقى الحته دي، acceptance and the continuance of a client relationship and specific engagement. اكتب جنبها، مش اي عميل تقبله. حلو، مش اي عميل ايه؟ فوق، شوف الدماغ. يعني هو بيقول لك انت رقم واحد لازم صاحب المكتب يبقى ذو سمعه سليمه، ثم الناس اللي شغاله في المكتب تلتزم ببند مين؟ الاندبندنس. بص بقى الثالثه، وانت بتختار العملاء اللي هتراجع عليهم لازم تختارهم بحرص. ليه بقى؟ بص انا هديك مثال صغير قد كده. فاكرين ايام الثوره بتاعت 2011؟ حضرتك كنتوا صغيرين انتوا، صح؟ المهم يعني، فاكرين المشاكل اللي كانت تخص احمد عز الفتره دي والحديد وقصص كده؟ تخيل ان انا كمكتب مراجعه في السنه دي كنت براجع على شركه بتاعت احمد عز، وطلعت اديته unqualified opinion. هتاخدوه المره الجايه، يعني ايه unqualified؟ يعني قرار سليم، حساباته سليمه. هل الناس والمجتمع هيصدقوا ان انا كلامي صح ولا انا براجع عميل اصلا مشبوه؟ رد عليا. فقال لك خلي بالك بقى، اسمع الحته دي، ده المكتب لما بيراجع على عملاء سمعتهم سيئه المكتب بيتلط هو كمان. زي لسه بحكي لك انا، يقول لك المحامي ده معروف، ده بتاع تجار المخدرات. المكاتب هي كمان لما بتراجع على شركات والشركات دي فيها مشاكل ومشكوك فيها، يقول لك اه ظبط لهم التقرير. انت معايا ولا لا؟ ظبط لهم التقرير دي معناها ايه؟ ان سمعه مكتبك هتبدا تعلى ولا تنهار. فهم حاطين لك شرط هنا، بيقول لك ايه بقى؟ مش اي عميل تعمل ايه؟ تقبله. بص بقى الكلام ده، acceptance and continuous، خلي بالك باللفظ ده. يعني ايه accept؟ هتاخدوها معايا بعد الميد تيرم. يعني واحد جديد عايزني اراجع عليه لازم اعمل كميه فحص قبل ما اقبله. continuance، عارف يعني ايه continuance؟ يعني واضح ان انا مراجع عليه امتى؟ السنه اللي فاتت. هوريكم حالات بعد الميد تيرم تراجع عليه سنه وتقول له مش مكمل، يا عم تعبتوا قلبي، يا عم في حاجات كتير قوي. فاحنا هنا بس عشان ما نصدعكش عايزين منك معايير ايه؟ ان انت عشان يبقى المكتب مكتب عنده كواليتي، مش اي حد بيجي يديك فلوس تنفذ له خدمة، ده انت لازم تختار العملاء بتوعك بايه؟ بحرص. خلاص، اللي بعده، هيومن ايه؟ بيفتشوا عليا في الهيومن ريسورسز. اكتب جنبها اه، سياسات التعيين في المكتب. معلش تاني، عايز اسمع سياسات الايه؟ تعرف يعني ايه سياسات التعيين بقى؟ بص لي شويه كده. الو، ايوه، ازيك يا باشا، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انا صاحب المكتب. حلو، بص عندي ابن اختي فوره في، بص شايل اوديت الثلاث ترمات، انت الثلاث ترمات شايل اوديت، عايز اشغله عندك مراجع. الاتش ار بتاع المكتب، وده يمكن انتوا بتسمعوا عنه دلوقتي، يعني لسه كان حد من زمايلكو اللي كان معانا السنه اللي فاتت بيكلمني، اشتغل في ديلويت، بيحكي لي، لان هو كان واخد بيبرز مني عشان يخش يمتحن، بيحكي لي ان الامتحان كان اشبه ان هو دخل امن الدوله مثلا لحد ما اتعين في خطوات الايه؟ الامتحان والانترفيو.
سياسات الـ HR في المكاتب بيتفتش عليها. يعني الناس بتوع البيك فور دول بيجوا يقول لهم انت عينت مين وعينته بناء على ايه وايه الكواليفيكيشنز اللي معاه اللي انت عينته بيها وفين الامتحان اللي انت اختبرته له. فعشان المكتب يبقى ذو جوده مش اي حد بنعينه. فهدي اسمها الايه رد عليا الهيومن ريسورسز. اللي بعده انجيجمنت ايه بيرفورمانس. اكتب جنبها افحص بشكل سليم. engagement performance افحص بشكل ايه سليم. طبعا انا لما اجي اكلمك على طرق تجميع الايفيدنس على ان انت ازاي بتجمع ايفيدنس. بص افتكر اللفظ sufficient. هتفهم ايه sufficient؟ كافي. انت كده بتتكلم حاجه اسمها البرفورمانس القيام بعمليه الايه الفحص. اخر حاجه مكتوب ايه monitoring. اكتب جنبها مراقبه صاحب المكتب. بص بقى الحته دي مراقبة ايه صاحب المكتب لتطبيق كل ما سبق. افهم الكلام مراقبة صاحب الايه المكتب لتطبيق كل ما ايه سبق. يعني هو بيقول لك المونيتورنج ده معناه ان انا از بارتنر صاحب مكتب بص بقى اخلي بالي من الليدرشيب ريسبونسبيليتي سوبايتي والاثيكال ريكويرمنتس بتاعت الناس اللي ايه اللي شغاله والانجيجمنت بيرفورمانس وهم بيفحصوا والسياسات الهيومن ريسورسز. فمين اللي انا بتكلم فيه ولا لا؟ حلو قوي. في مشكله الامتحان فين؟ كان زمان ايام الطيبه كان هو سؤال يجيب لك سؤال تشوز يقول لك ايه which of the following is not an element from the ايه quality control element. فالطالب الطيب الغلبان يخش هم سته يوم جاي عامل ايه عارفه. النهارده لا اسمع اللي انا هقوله وركز. سؤال تشوز هتلاقيه بيقول لك ايه سي بي اي فيرم اكس مكتب مراجعه كذا حد من النيبرز جران البارتنر طلب منه انه يعمل تشغيل لاحد خريجين كليه التجاره. خلاص صاحب المكتب رفض لان تقديره ما كانش كويس. مين من الكواليتي اليمنتس بنتكلم عنها؟ اتش ار. معايا ولا لا؟ طب بص اللي جاي سي بي اي كذا مكتب المراجعه الفلاني عنده مشاكل كتيره جدا مع الضرايب. بص ركز مع مين؟ مع الضرايب. مما يعرض صاحب المكتب انه ممكن يتسجن. ليدرشيب ريسبونسبيليتي. معايا ولا لا؟ طب بص اللي جاي صاحب المكتب او بارتنر السي بي اي بيتابع ما يتم من عمل اثناء السنه بشكل منتظم مونيتور. شركه كانت بتتراجع من مكتبنا فكان المفروض ناخد جرد بنسبه معينه ما خدناهوش. يبقى احنا ما طبقناش مين انجيجمنت بيرفورمانس. انتوا فاهمين انا بتكلم ازاي؟ طب بص بقى لازم اي شركة نروح نراجعها نتأكد ان مفيش اي صلة قرابة مع المانجمنت. ethical requirements. معايا ولا لا؟ فانت هنا من الاخر السؤال هيبقى ازاي؟ انا هشرح لك حالة وانت تقول لي انا بتكلم عن مين منين؟ من الستة. في مشكلة في الكلام ده؟ طب الحالة دي فين؟ انا هديك عليها اسئلة النهاردة بس الحالة دي فين حاليا؟ في دماغ مين؟ الدكتور. هيألف لك حالة وانت تبقى عارف دي مين. اتفقنا؟ خلاص؟ بيحب قوي انا بقول اهو الاثيكال ريكويرمنتس والمونيتورنج. خلاص؟ بيحب قوي الاثيكال ريكويرمنتس ومين؟ والمونيتورنج. كده خلصنا البوينت الكام؟ السبعة. عايزك بقى تمسك قلمك كده ارجوك. بص ارجوك انا بقى برجوك. الدرس ده أول سنة بسرعة بسرعة يطبق في التاريخ. خلاص؟ المفروض الشابتر بيكون كده خلص. طب هو الدكتور عايز إيه بقى؟ اقرأ العنوان The Egyptian CPA. آه.
كل اللي احنا قلناه ده we are talking about the American standards. هو بقى بيقول لك بعد ما قلت لك الوضع في امريكا قل لي بقى الوضع في مصر ماشي ازاي، وبعد ما تقول لي الوضع في مصر ماشي ازاي هنهي التشابتر بمقارنة بين الوضع فين في مصر والوضع فين. اكيد هتبقى لصالح مين؟ ام الدنيا. يلا في ايه؟ يلا بص بقى، عايزك تفهم كل حته حملها لك زياده. انت لو تلاحظ بص انا تحت كل حته سايب سطر ايه فاضي عشان صبع الايه الديناميه فركس. هو الدكتور بدا الحته دي بكلام عادي، بص قال لك ايه there are seven main bodies. seven ايه main bodies، يعني بقول لك في سبع جهات بيسموهم كي بلايرز اللي هم اللاعبين الاساسيين كده ان شاء الله اللي هيفرموا الزمالك النهارده. responsible for organizing the CPA audit profession in Egypt. يعني الراجل بمنتهى البساطه بص يقول لك ايه في مصر هنا شوف بقى عندنا هم هناك عندهم ايه الباكوب والاي سي بي، احنا عندنا كام جهه تتدخل في قصه الاوديت؟ سبعه. رقم سبعه ده اكتب عليه حفظ خلاص. كام جهه؟ رد عليا سبعه. تعال نمشي واحده واحده بقى عشان في حاجات ايه مضحكه جدا والله هتنبسط. اول حاجه the current act، بص انا مش ما تكتبش حاجه لان انا همليك سطر بالعربي. the current act to organize، act يعني قانون، ها اللي بينظم الايجيبشن اوديت بروفيشن، يعني القانون اللي بينظم مهنة الايه رد عليا المراجعة الحالي اللي احنا شغالين بيه اصدر سنة كام؟ 1951. خدوا المعلومة اللي جاية دي مش في المحاضرة بس ليكم عشان تتخرج. لما حد يقول لك ايه القانون اللي بينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر قول له قانون 133 لسنة 51. قانون كام؟ 133 لسنة كام؟ 51. اسمع بقى ركز، ها انا عايزك تكتب في السطر الفاضي، تكتب في السطر الايه الفاضي اكتب قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة خلاص. قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة اصدر من مجلس النواب ساعتها، اعتقد كان اسمه الاتحاد الاشتراكي. فاكرين اللفظ ده كان اسمه ايه؟ رد عليا. مش مهم مصدر منين، المهم ان هو القانون سنه كام؟ رد عليا 1951. المعلومه اللي جايه ليكم قانون رقم كام؟ رد عليا 133 السنه دي. طيب النقطه اللي وراها ابوس ايدك ركز، احنا قلنا ان في كام جهه حاطه ايدها في قصه الاوديت في مصر؟ سبعه. بصوا بقى الجهه الثانيه Ministry of Finance، وزارة المالية. استنى بس ركز. ما تكتبش حاجة غير لما اقول لك، ها عشان هو حاطط هنا كوارث. Responsible for listing او registering، استنى براحة كده، junior auditors. ثانية واحدة، انا ما بتكلمش على المكاتب. انت اتخرجت من تجارة صح؟ عايز تشتغل مراجع؟ استنى هتشتغل ايه؟ مراجع. تعالى بقى هتروح وزاره الماليه، هتروح وزاره الايه؟ الماليه. بص بقى كمل، حط لك شروط عشان تاخد كارنيه يبقى اسمك ايه؟ رد عليا مراجع. اهدى بالراحه. بيقول لك عشان تبقى جونيور اوديتور لازم تروح لهم انك اتدربت اندر تريننج فور كام سنه؟ ثلاثه. استنى بس ركز، يعني انا خلصت بكالوريوس تجاره اروح ثلاث سنين اقعد في مكتب ايه؟ مراجعه تحت التدريب. ممكن ساعتها تلاقي بتاخد 300 جنيه 700 جنيه 500 جنيه حاجات كده. بس تسمع اللفظ ده يقول لك ايه؟ انا هسجلك. يعني ايه هسجلك؟ رد عليا، يعني انا هحطك ضمن الناس اللي شغاله عندي في المكتب عشان بعد ثلاث سنين تروح وزاره الايه؟ الماليه تاخد الايه؟ رد عليا الكارنيه. استنى بس كمل ركز، ما تقدرش بعد الثلاث سنين تراجع شركة مساهمة.
لازم تروح تراجع الشركات الايه الصغيره. بص بقى القصه اللي جايه كمل. And the senior auditor تاني senior ايه عشان تبقى senior بقى responsible for مالكش دعوه طبعا بالمثلث اللي احنا خدناه بتاع امريكا responsible for auditing ايه shareholding companies كمان ايه 5 سنين. استنى بقى عشان هقول لك على سؤال هيطلع من دماغك. 8 سنين هو دي القصه. هجيب لك سؤال، انا بقول لك سؤال اهو في الامتحان، هجيب لك سؤال صح وغلط. في مصر هنا عشان تقدر تراجع شركه مساهمه لازم تتدرب كام سنه؟ 8 سنين. انت معايا ولا مش معايا؟ انا بقى عايزك تعمل ايه؟ اكتب بالعربي. وزاره الماليه. وزاره الماليه بتسجلك كمراجع جونيور. وزاره الماليه بتسجلك كمراجع ايه جونيور بعد 3 سنين تدريب. وبعد كمان عشان في ناس فاكره ان الخمسه من ضمنهم مين الثلاثه، لا، وبعد كمان 5 سنين. بعد كمان ايه 5 سنين تسجلك سينيور عشان تراجع شركات بابليك. وبعد كمان 5 سنين تسجلك ايه سينيور عشان تراجع شركات ايه بابليك. اكتب بقى دايره كده الرقم كام؟ 8. يعني الاجمالي عشان تراجع شركه بابليك في مصر لازم تتدرب كام سنه؟ 8. مين الجهه اللي حددت الـ8؟ وزاره الايه الماليه. اتفقنا؟ اتفقنا كده. احنا خدنا كام نقطه من الـ7؟ 2. تعالى على اللي وراها بقى. قبل ما اشرح اللي وراها، هو رقم 2 دي يا اولاد انا كنت بتكلم على الجهه اللي بترخص مكتب ولا اللي بترخص شخص؟ شخص. ده انت عشان تروح كده انا اوديتور انا، لكن انا لسه ما اتكلمش على مين. انا عايز افتح مكتب. عايز تفتح مكتب، تعالى بقى اقرا ministry of ايه investment وزاره الايه الاستثمار ركز responsible for ركز الحته دي. احنا لسه برضو مش هنقول لك مين اللي هيخليك تفتح مكتب دلوقتي. دول بيعملوا بص 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 كلمه قذره الكلمه دي عار في تاريخنا. حط ده كلمة translating. عارف يعني ايه translating؟ بيترجموا. بيترجموا ايه؟ كمل. translate و approve and issue external audit ايه؟ استنى بس استنى. مش امريكا عندهم الـ AS auditing standard والـ SAS والـ GAS اللي احنا خدناها؟ احنا هنا في مصر بقى مين اللي بيعمل الـ GAS؟ ما عندناش جاز. ده اسمع بس، ده احنا وزارة الايه الاستثمار بتاخد الجاز بتاعت امريكا، تاخد الايه جاز بتاعت امريكا ويترجموها. هي دي المعايير بتاعتنا. اذا احنا لا نصدر معايير، احنا نترجم معايير. احنا بنعمل ايه؟ استنى بس استنى. الترجمة دي بقى هي الستاندردز بتاعت مين؟ ستيتس. بس احنا عاملين لها ايه؟ بص تاني. وي دو نوت ايشو، وي ترانسليت. وي ايه؟ ترانسليت. يعني لما اجي في الامتحان اقول لك ايه؟ ان الجهه اللي بتصدر المعايير في مصر هي وزاره الاستثمار، اقول له لا ما بتصدرش، دي بتعمل ايه؟ بتترجم. خلاص؟ استنى بس كمل. فور ابروفنج اند ايشوينج اكسترنال اوديت ستاندرد. بص بقى الدكتوره مجايه قايله بقه بقى. دي مش في في السلايد. قال ايه؟ ان ذا باست إذا إيه؟ باست. المسؤولية دي كانت بتعملها وزارة، اتلغت الوزارة دي، اسمها وزارة الإيه؟ الاقتصاد. فأنا عايزك تكتب بالعربي، اكتب. مصر بتترجم قواعد الجاز من خلال وزارة الاستثمار بين قوسين حاليا. مصر بتترجم قواعد الجاز من خلال مين؟ وزارة الاستثمار. ده ايه حاليا؟ سابقا كانت وزارة الاقتصاد اللي هو اسمها القديم على فكرة.
كده؟ معلش نقف لحظة. القانون القائم بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة أصدر سنة كام في مصر؟ لو أنت عايز تشتغل أوديتور بتروح وزارة الإيه؟ المالية. عشان تراجع شركات عادية تتدرب كام سنة؟ طب عشان أخش في شركات المساهمة أخد كمان كام؟ طب مين الجهة اللي بتحط قواعد ممارسة المهنة اللي أنا أدرسها في مصر؟ مفيش. ده عندنا وزارة الاستثمار وقبلها كان اسمها وزارة الاقتصاد، بتترجم مين؟ الجاس. طيب اللي جاية دي بقى حاجة مهمة لحياتكم برضو لازم تعرفوها. ايه اللي بيثقل، بص خلي بالك، ايه اللي بيثقل المراجع في مصر اكتر من انه يتدرب ويسجل في وزارة المالية؟ تاني، اكتر من انه يدرب ويسجل فين؟ في وزارة المالية. عندنا حاجة اسمها The Egyptian Association of Accountant and Auditor، اسمعوا بقى، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. معلش بصوا ايدي كده، ايه ده راحت فيه اللي كنت بكتبه؟ ماشي، فاكرين الـ AICPA؟ هي جمعية المحاسبين والمراجعين الايه؟ الامريكية. احنا عندنا في مصر هنا جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، عارفين مين رئيسها؟ حازم حسن طبعا. الجمعية دي بتثقلك، بتعمل لك حاجة اسمها زمالة. حاجة اسمها ايه؟ ثواني بس، طب هل كل الاوديتورز لازم يبقى معاهم الزمالة دي؟ لا، احنا قلنا انت عشان تبقى اوديتور بتسجل ضمن وزارة الايه؟ المالية. بس عشان تشتغل على نفسك اكتر، واحد يقول لك ايه، انا عايز اخد شهادة السي بي اي. عايز اخد شهادة مين؟ السي بي اي. السي بي اي دي شهادة بتتاخد منين؟ من امريكا. يقول لك عندنا هنا في مصر برضو زمالة بس مش بتاعت جمعية المحاسبين والمراجعين الامريكية، ما بتاعت مين؟ مصرية. الزمالة دي انت عشان تاخدها، هو الكلام ده الدكتور ما قالهوش بس انا بقوله لك لحياتك، يعني المفروض بتدرس سنة ونص وتخش امتحان، وبعد كده تدرس سنة ونص تانيين وتخش امتحان تاني. هو الدكتور قال حاجة واحدة بس، عشان تحصل على الزمالة في امتحان اسمه انترميديت، مش انترميديت اكاونتنج، الامتحان الايه؟ المتوسط. And the final exam، يعني امتحان انترميديت وامتحان ايه؟ رد عليا final. اقرأ كده انا كاتب ايه. The affiliation of this association، بيقول لك الجهة المانحة اللي تخص هذه المؤسسة، is granted، الافليشن دي اكتب فيها الزمالة، is granted after two exams، تاخدها بعد كم امتحان؟ اتنين، واحد اسمه ايه؟ انترميديت، واحد اسمه ايه؟ فاينل. اكتب في الحته الفاضيه. ممكن المراجع يزود، ممكن الايه؟ المراجع يزود من كفاءته وطبعا من مرتبك ومن كل حاجه. ممكن المراجع يزود ايه؟ من كفاءته، من خلال دراسه، من خلال دراسه زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. ممكن المراجع يزود كفاءته من خلال ايه؟ رد عليا، دراسة زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين الايه؟ المصرية. واكتب بين قوسين امتحانين. خلاص، بص اللي جايه بقى. بس قبل ما اخش على اللي جاي، انا دلوقتي اديت كام جهه؟ خد بالك انت في حاجه بس فاهمها، هو دول انا مش بعمل لك حاجات بالترتيب، انا بقول لك ان المهنه في مصر في كام حد بيرغي فيها؟ رد عليا، سبعه. الدوله عملت قانون، انتوا معايا ولا لا؟ وزاره الماليه عندها تسجيل الشخصيات، وزاره الاستثمار عماله تترجم في الايه؟ في المعايير. في جمعية خاصة، جمعية المحاسبين والايه؟ والمراجعين، بتدي زمالات. شايف يعني بنعمل ايه؟ رد عليا، يعني كل دول ما لهمش علاقة بايه؟ ببعض، انما كلهم هم دول الفريم ورك، اطار السي بي اي بروفيشن فين؟ في مصر. ركز اللي جاية، رقم خمسة ورقم سبعة، سبعين ديناميت في الجون. بص لي بقى كده شوية، مكتوب Financial Regulatory Authority FRA، مكتوب ايه؟ Financial Regulatory ايه؟ Authority، مكتوب هيئة الرقابة الايه؟
المالية تاني Financial Regulatory Authority، هيئة الرقابة الايه رد عليا المالية. خلاص شايف كل الباراجراف الحقير ده، انا هلخصه لك في رسمة، يعني انت لو عايز تشطبه بعدها اشطبه. خلاص بس ركزي، انا عايزك تكتب كده: هيئة الرقابة المالية. خلاص دي هيئة تابعة لمجلس الوزراء والرئاسة، ربنا يوعدكم برضو. ما كل الجهات دي اللي بيشتغلوا فيها خريجين ايه رد عليا تجارة، بس الهيئات الكبيرة دي عايزة اللي جايب جيد جدا، يعني عشان تخش امتحان تبقى جايب ايه جيد جدا. المهم في كلمتين بساط جدا، خلاص: شروط تسجيل، تاني شروط تسجيل مكتب علشان يراجع شركات بابليك. معنى كده ان في مصر هنا عشان المكتب، بص تاني، عشان الايه المكتب يراجع اي شركة، روح افتح وخد تصريح من وزارة المالية، تمشي وفقا لقانون 133 لسنة كام رد عليا 51. بس عشان تدخل بقى ان مكتبك يراجع شركات مساهمة، خلي بالك الكلام ده مهم بقى، يراجع شركات ايه مساهمة، لازم المكتب يعتمد من حاجة اسمها هيئة الرقابة الايه المالية، شغل البورصة بقى والقصص دي. فهيئة الرقابة المالية انت بتروح لها، انت صاحب مكتب، حلو صباح الخير، انا ان شاء الله عايز اتسجل، بصوا بقى ركز، عايز ايه اتسجل عندكو كمكتب مراجعة للشركات المساهمة. يقول لي تعالى اسمع بقى الحتة دي، اكتب بقى: لازم يبقى عندك 3 اوديتورز. انا طبعا مش هقدر اجود على الدكتور، بس طبعا التلاتة اوديتورز اللي عندك دول لازم يكونوا اتدربوا كام سنة؟ 8، يعني لازم يكونوا هم عدوا بالكام سنة، عندهم كام سنة خبرة؟ 8. بص بقى ركز، وعندك على الاقل، بص بقول ايه، خلي بالك الكلام ده كله at least، عشان لو جه في الامتحان قال لك ايه شركه عندها 4 اوديتورز ينفع تسجل؟ قول له اه ينفع. هو at least كام؟ رد عليا 3. بص بقى افهم الحته اللي جايه، والمكتب يكون فيه 2 بارتنرز. حد فاكر مين هو البارتنر؟ اللي هو واصل لليفل الشريك الايه العام، اللي عنده خبره اكتر من كام سنه، 10 سنين، اللي معاه السي بي اي، اللي هو بقى عنده نفس خبره صاحب الايه، يعني انت اشتراك شركات مساهمه في مصر لازم على الاقل، على الاقل يكون مكتبك فيه كام بارتنر؟ 2، وتحت الاثنين كام اوديتور؟ اسمع بقى اللي جاي، دول الناس دي فكت المجموعه دي لازم تكون عملت اوديت. يا نهار ابيض، بص المفاجاه دي، لازم تكون عملت اوديت. بص بقى ركز، لثلاثه بالانس شيت، خلاص. تاني لازم تكون عملت اوديت لكام بالانس شيت؟ 3. 3 ايه؟ لشركات مساهمة. ركز، ها، يعني تكون عامل، بص بص، يعني بلاش نقول 3 بالانس شيت، خلينا 3 اوديت، خلينا نقول ايه، معلش، خلينا نقول 3 اوديت لشركات ايه رد عليا مساهمة. بص بقى الحته اللي جايه دي خطيره،
لمدة 5 سنين. استنى بس، لمدة كام سنة؟ 5 سنين. افهم بقى الحتة دي، افهم الحتة دي، هفهمها لك بالراحة. يعني الناس دي لازم تكون اشتغلت على 15 بس. مين هو الباس؟ رد عليا بالانس شيت. استنى بس هفهمك. انا مكتبي، انا فاتح مكتب مراجعة، حلو، عايز اروح، عايز اعمل ايه؟ اروح اتسجل ضمن هيئة الرقابة الايه؟ المالية. يقول لك بص بقى، لازم توظف عندك. انت في حاجة مش واخد بالك منها، ما هو انت مش انت اللي هتعمل كده، ما انا هعمل كده ازاي وانا معيش الرخصة؟ انت فاهم ولا مش فاهم انا عايز اقول ايه؟ يعني فاهم يقول لك ايه؟ يعني انا اراجع 3 ميزانيات لمدة 5 سنين لشركات مساهمة وبعد كده اروح اتسجل؟ لا، انت اصلا مش متسجل. ده انت لازم توظف عندك في المكتب. لازم تعمل ايه؟ توظف ناس اشتغلت في مكاتب سابقة. ركز في الحتة اللي اشتغلت فين؟ في مكاتب سابقة، وعندهم الخبرة على الاقل انهم رجعوا كم شركة، عملوا كم عملية مراجعة. رد عليا، تلات عملية مراجعة لمدة كم سنة؟ 5 سنين. لا استنى برضو، انت لسه مش فاهم. انا عندي مكتب، حلو، عايز اروح اتسجل في هيئة الرقابة المالية، يبقى قابلني. قول لي ليه بقى؟ لازم ابقى اجيب حازم. حازم ده كان شغال اصلا مراجع في مكتب ديلايت. لازم يكون حازم ده اشتغل على شركات مساهمة لمدة كام سنة؟ 5 سنين. وكل سنة، بص ركز، كل ايه؟ سنة راجع على الاقل كام مرة؟ 3 مرات. معايا ولا مش معايا؟ يبقى انا عايز شخص اجيبه يكون عاملين اوديت لكم ميزانيه لشركه مساهمه؟ 15. معايا ولا مش معايا؟ معايا. كل سنه كام؟ يعني بص، 5 سنين يكون كل سنه راجع كام شركه مساهمه؟ 3. شرط قاتل، خلي بالك، شرط قاتل. طب انا اعمل ايه بقى؟ انت محتاج تجيب كام بارتنر؟ 2. لا، رد عليا، كلام خطير. كام بارتنر؟ 2. وكم اوديتور؟ 3. شروط انك تجيبه، لازم اللي جالي ده يكون جاي لي من جهه كانت شغاله في مراجعه شركات ايه؟ رد عليا، مساهم. ويكون اشتغل، رد عليا، كام سنه؟ ويكون كل سنه مد ايده في كام ملف في شركه مساهمه؟ 3. تستوفي اوراق الاستاف بتاعك ده كله مع شروط اخرى من البورصه وتعمل ملف تروح تقدمه لهيئة الرقابة الايه؟ المالية. يعتمدك كمكتب تقدر تراجع شركات ايه؟ مساهمة. شوف القصة. انا عايزك تقرأ الباراجراف اللي هيلخبطك، بس في الاخر عايزك افهمك بس هو الدكتور عايز ايه. اقرأ كده، بيقولك ايه الاف ار ايه؟ الفاينانشال ريجولاتوري ايه؟ رد عليا، اوثوريتي responsible for listing audit firms. استنى بس، يعني ايه listing؟ يعني تسجيل او اعتماد مكاتب المراجعة allowed، اللي هيسمح لها to audit ايه؟ listed او public shareholding companies، يسموها هنا في مصر listed. listed يعني المقيدة فين؟ في البورصة او الشركات اللي ايه؟ المساهمة. كم after satisfying number of ايه؟ requirements. طب تعالى نقرا. auditing at least 3 shareholding companies for 5 years according to Egyptian auditing standard. يعني الناس اللي هتشتغل على الموضوع ده تكون مراجعة كام سنة؟ رد عليا، رد عليا، 5 سنين. كام شركة؟ 3. بص بقى كمل. ويكونوا at least 2 partner in the audit firm. هم اللي راجعوا الشركات الايه؟ الشير هولدنج. مركزين ولا لا؟ فور كام سنه؟ بص بياكد لك، هم اللي اشتغلوا عليها كام سنه؟ 5 سنين. واتليست 3 auditors هم اللي اشتغلوا على الشير هولدنج برضه لمده كام سنه؟ 5 سنين. فقام جه الدكتور قال لك في الاخر ايه؟ يعني احنا بنتكلم على 15 ميزانيه. يعني ايه 15 ميزانيه؟ كام بالانس شيت؟ 15. الباراجراف ده كله بقى حقيقته كالآتي.
في ناس هتفهمه بطريقة حمقاء، يقول لك ايه المكتب، يروح يراجع كم شركة مساهمة لمدة كم سنة، وبعد كده يروح يتسجل فين؟ في هيئة الرقابة المالية. اصلا انت مش مسجل، انت مش مسموح لك انك تراجع شركات ايه. رد عليا بابا، ده انت بتعد ملف بناس عندها الخبرة اللي قامت بالشغل ده. قولوا لي اللي هم كام بارتنر وكم اوديتور، راجعوا كم شركة؟ ثلاث سنين شركات مساهمة، على الأقل ثلاث شركات، ثلاث سنين ثلاث شركات على الأقل لمدة كم سنة؟ يبقى على الأقل اشتغلوا بإيديهم في كم ميزانية؟ 15. وتم جاي واخد كل الهيستوري ده ورايح على الإيه؟ هيئة الرقابة المالية. معلش لا، تقول له لو سمحت أنا مكتبي عنده من الخبرات اللي يراجع شركات إيه؟ مساهمة، سجلني. معايا ولا لا؟ اعمل ايه؟ رد عليا سجلني. حوار حوار عشان يوصل له المكتب. خلاص الجهه اللي وراها بصوا مكتوب ايه، The Egyptian Central ايه، ايه اللي جاب البنك المركزي. انا مكتب مراجعه عشان اروح اراجع على بنك السي اي بي. هم سي اي بي ليه ميزانيه؟ بالرغم ان هو سي اي بي، على فكره سي اي بي شركه مساهمه، يعني انت لو شفت النشره كده هتلاقي ان سي اي بي ليه اسهم. يعني سي اي بي هو بنك، انما هو ككيان هو شركه يرد عليها مساهم. حتى لو مش مساهم، اي بنك ليه ميزانيه في اوديت بيروح يراجع ايه عليها. ما ينفعش اي مكتب يروح يراجع على بنك الا لو معتمد منين؟ بالبنك المركزي. يعني انت بتروح تقدم اوراقك في البنك الايه مركزي عشان البنك المركزي يوافق لك انك تراجع على ايه بنوك. هنا مفيش مور ديتيلز، يعني الشروط مش عليك. اقرا، there is a register in the central bank. register يعني شروط تسجيل او قيد. assigned to list the auditors who are eligible for auditing ايه banks. يعني انت كمراجع او كمكتب عشان تراجع على نشاط بنكي لازم تروح تاخد تسجيل منين؟ رد عليا منين؟ ها، سنترال بانك. تو ايجيبشن، طبقا للايجيبشن اكت فور بانكينج اكتيفيتيز، قانون تنظيم البنوك. اكتب فيها كده. And the central bank is involved in the determination of a selected auditors will own fees. عارف يعني ايه؟ يعني اكتب تحتها كده، اكتب تحتها البنك المركزي، البنك المركزي هو اللي بيأيد المراجعين او بيسجل المراجعين. البنك المركزي هو اللي بيسجل المراجعين، خلاص، اللي بتراجع على اي بنك، وهو اللي بيحط شروط اختيارهم. تاني، وهو اللي بيحط شروط ايه اختيارهم ومتوسط اتعبهم. لان كده كده الفلوس اللي في البنوك دي فلوس مين؟ مودعين. فهو اللي بيحط ايه شروط اختيارهم ومتوسط ايه اتعبهم. خلاص، القنبله اللي جايه بقى، اقرا، The Egyptian Supreme Audit Institution. Supreme Audit Institution، اكتب فيها كده، المجلس الأعلى للمراجعة. خلاص، المجلس الأعلى لإيه؟ للمراجعة. مركزين؟ المجلس الأعلى للمراجعة ده يا ريت تكتب جنبها كده جهة حكومية تفتيشية. جهة حكومية ايه؟ تفتيشية. عارفين المجلس الأعلى للمراجعة ده هو اللي يخضع ليه، خدتوها معايا، Central Accounting Organization، الجهاز المركزي للايه؟ للمحاسبة. بالله عليك ابوس رجلك، افهم اللي الدكتور عمله هنا. اقرا بس اللي هو قاله وبعد كده انا سايب لك حتة فاضية، صح؟ اقرا براحة. بيقول لك ايه؟ The governmental ايه؟ ايه ده؟ ده بيتكلم عن ناس بتوع الجهاز، ها؟ responsible for auditing any company.
باشا انت قلت في شابتر 1 ان هما بيراجعوا الجفرنمنتال ايه يونتس زي الوزارات. انت دلوقتي جاي بتقول ان هما بيراجعوا اي شركه مالها بقى وير الجفرنمنتال اونر شيب، الحكومه تمتلك في هذه الشركه اباف اور ايكوال كام؟ تسمعوا عن حاجه اسمها شركات، اكتبوا اللفظ ده ليكوا لحياتكم، شركات قطاع الاعمال. ايه شركات قطاع الاعمال دي يا اولاد؟ دي بتبقى شركه فيها جزء مملوك للدولة وفيها جزء ملكية خاصة سواء مطروحة مساهمة او لاشخاص، خلاص؟ فهو هنا بيقول لك ايه؟ ان المراجع ان وفقا لتعليمات المجلس الاعلى للمراجعة، وفقا لتعليماته يعني، ان لو الشركة فيها ملكية 25% او ايه؟ اكثر، المفروض يراجعها جفرنمنتال ايه؟ اوديتور. في مشكله في الكلام ده؟ كل ده هاكس. بص الدكتور عمل ايه بقى؟ ركزوا معايا، انا سايب لك حته فاضيه صح؟ اكتب 3 cases افتكروا ان دي الحته دي، هتشوفوا بعد الامتحان ايه اللي هيحصل، بس افتكر. اولا لو الشركة 100% مملوكة للجوفرنمنت، تاني لو الشركة 100% مملوكة لمين؟ للجوفرنمنت، اللي يراجعها سنترال اكاونتينج organization. اللي هو الجهاز المركزي للايه؟ للمحاسبات. خلاص؟ ركز في اللي هقوله. لو الشركة خلاص؟ نسبة الجفرنمنت فيها، نسبة مين؟ جفرنمنت 25 كم؟ 25 إلى 99، 25% ولحد كام؟ رد عليا، 99. بص انا بتوسل اليك تركز في الكلمه اللي الدكتور قالها، بيتعمل لها ديول. طبعا هو في فرق بين الديول وبين الجوينت، لكن هو قال ان الكلمتين زي بعض وخلاص، ماشي. ديول اور جوينت اوديت، يعني ايه ديول اور جوينت؟ ركزي بقى، لازم يجي مراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات، خلاص، ومراجع من برايفت اوديت فيرم. يعني يجي واحد من الجهاز المركزي للمحاسبات ويجي واحد من ديلويت، واحد من كي بي ام جي، واحد من مكتبي يرد عليا مراجعه. بس خد بالك له شروط، الشروط مش عليك، بس ليه ايه؟ شروط، خلاص؟ افهم، هينشك سؤال في صح ولا غلط، يقول لك ايه؟ لو الدولة تمتلك في شركة أكتر من 50% من حصتها، بتراجع من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. لا اكتر من 50% دي كلمة عايمة، يبقى انت بتتكلم انك من 25 لكام؟ 99. لازم يتراجع، يجي كام مراجع؟ اثنين، واحد منين؟ من الجهاز المركزي، وواحد منين؟ من مكتب مراجعة. خلاص؟ اللهم بلغت. تعال بقى هنا، لو الدولة تمتلك في شركة أقل
اقل من 25%. خلي بالك 25 يعني انت في انهي شريحه؟ الديول. انما 24 ونازل حتى لو 1% برايفت اوديت فيرم فقط وبشروط برضو. خلاص؟ يعني لو سألتك في الامتحان ان اي شركة فيها نسبة مملوكة من الدولة يتدخل مراجعتها الجهاز المركزي المحاسبات؟ لا. لو النسبة اقل من كام؟ 25%. مين اللي بيعمل اوديت للقوائم المالية؟ مكتب مراجعتي. امتى يبدا يتدخل الجهاز المركزي المحاسبات؟ لو اكتر 25 وايه طالع، يا يتدخل بصحبه مكتب يا يبقى لوحده، لان كده الشركه بقت جوفرنمنتال، بقت كلها ملك مين؟ الدوله. اللهم بلغت. اتفقنا؟ يبقى انت بقى من الاخر شايف السطر ده بتاع السوبريم اودت مش عارف ايه، انت معايا مش معايا؟ السطر ده هو رماه كده، لكن اللي هو عايزه اهو. خلاص يا اولاد اتفقنا؟ طيب كام جهة كده اتكلمنا عنهم؟ او اتكلمنا على كام نقطة؟ 7. اقرا الجدول اللي جاي. الجدول اللي جاي ده عامل مقارنة، عامل ايه؟ مقارنة بين مصر وبين مين؟ امريكا، في 4 نواحي. كام ناحية رد عليا؟ 4. اول حاجة act for practicing the audit. انا كاتب لك مين اللي بيصدر القوانين، لسه قايلين مش مش مين اللي بيصدر القانون اللي بينظم المهنه في مصر، لسه قايلين اسمه ايه؟ Act for Practice of Accounting and Audit بتاع سنه كام؟ 51. في امريكا دول قانونين، كام قانون؟ 2. كان في قانون Security and Exchange Act سنه 1900 كام؟ 34. واصدر كمان قانون انتوا عارفينه سوكس 2002. يعني امريكا بتنظم المهنه فيها دلوقتي بكام قانون؟ 2. على فكره بتاع سوكس ده عشان الشركات اللي ايه؟ بابليك. انما القديم كان لكل حاجه. معايا ولا لا؟ كلام منطقي. اللي بعده issuance of ايه؟ standard. اشطب كلمه government دي، اشطبها. احنا قلنا مين issuance of standard؟ اكتب جنبها الجهه اللي بتصدر مين؟ المعايير. ممكن اسالكم سؤال، قوانين المراجعه في امريكا، في امريكا لو شركه برايفت مين؟ AICP. طب لو شركه بابليك؟ باكوب. معايا ولا لا؟ يعني لو شركه بابليك AICP، لو شركه برايفت ايه؟ اللي انا قلته خلاص. المهم ماشي، بص بقى اقرا مصر currently مين اللي بيترجم؟ ministry of investment. طب قبلها مين؟ ministry of economics. حلو، بص بقى future مصر دلوقتي بتحاول تعمل حاجة اسمها Higher Accounting and Auditing Council Board. اكتب جنبها مجلس حديث. بيحاولوا تاني، بص خلي بالك عشان ما تتلخبطش، في فرق بين اللي فوق اللي اسمه Supreme Audit Institution، ده موجود دلوقتي بتاع الجهاز المركزي لإيه؟ محاسبات. انما مصر بتحاول تعمل مجلس زي الباكوب كده، اسمه ايه المجلس؟ رد عليا، Higher Accounting and Auditing Council Board. تاني، مصر عايزه تعمل بورد زي الباكوب، اسمه ايه؟ Higher Accounting and Auditing Council Board. عشان يعمل ايه؟ يترجم ولا يصدر؟ يصدر. معايا ولا لا؟ نبطل ايه؟ سرقه. كملوا، مين اللي بيعمل الحتة دي؟ مهمة قوي 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 قوي. مين اللي بيعمل quality inspection؟ عارف يعني quality inspection؟ لسه شرحينا، اكتب جنبها مين بيفتش على مكاتب المراجعة؟ مين بيعمل ايه؟ يرد عليا quality inspection. قولوا لي يا اولاد، في امريكا انا لسه شارحها، لو شركة برايفت الـ AICP عمل حاجة اسمها بير، مين فاكر هو البير ريفيو اللي بيراجعوا ايه؟ على بعض. طب لو شركة بابليك مين؟ الباكو. في مشكلة؟ في مصر بقى الحتة دي مهمة قوي، الـ FRA لسه قايلينها، اللي هي مين؟
اللي هي الفاينانشال ريجوليشن اوثورتي، هيئه الرقابه الماليه. طب عامله ايه هيئه الرقابه الماليه؟ بص كده، ديفلوبد ايونت، عامله وحده للكواليتي انسبكشن شبه مين؟ الباكو. طبعا انت مش ملاحظ حاجه، احنا هنا في مصر واضح ان احنا بنروح نفتش على مكاتب المراجعه اللي بتراجع انهي شركات بابليك. احنا ده احنا بنحاول نفتش على بتوع البابليك لان مش شايفين مين البرايفت. ففي مصر مين اللي بيروح يعمل الكواليتي انسبكشن تاني؟ مين؟ الاف ار اي، عامله حاجه شبه مين؟ الباكو. ويا ريت تكتب لي جنبها للشركات المساهمه. في مصر هنا ما بنفتش على المكاتب اللي تراجع شركات برايفت. عارف ليه؟ لو المكاتب راحت فتشت على بعض زي امريكا مفيش ثقافه، هيضربوا بعض. انت جاي تطلع لي غلط في شغل يالا وبتاع، انت فاهم؟ بقت مجزر. يلا. ريجستريشن، اكتب عليها الجهات المانحه للتراخيص والتسجيل. الجهات المانحه لايه؟ للتراخيص والايه؟ والتسجيل. برضو في امريكا ما فيش غير مين؟ مين رد عليا؟ اي اي سي بي ومين؟ باكو. في مصر هنا بقى جهات كتيره قوي افتت واحنا شغالين. مينستري اوف فاينانس، وزاره الماليه. فاكر لما قلنا هي اللي بتسجلك والامتحانين دي اللي بتسجل اوديتور نفسه. هو هنا بقى بص بيتكلم عموما، مين اللي بيسجل اوديتور او بيسجل مكتب؟ خلاص. مين تاني اللي هي مين؟ رد عليا. الفاينانشال ريجوليشن ايه؟ رد عليا. اوثورتي اللي هي مين؟ اللي هي الاف ار اي. برضه معلش اكتبها اف ار اي. اللي هي مين يا اولاد؟ رد عليا. الاف ار اي اللي هي مين؟ هيئه ايه؟ الرقابه الماليه. السنترال بانك، صح؟ مش قلنا ان هو بيسجلك عشان تراجع ايه؟ بنوك. بنوك. طب بص اللي جاي، سي اي او. مين هو السي اي او؟ الجهاز المركزي. طبعا ده لو انت ان شاء الله ناوي تشتغل مراجع ايه؟ حكومي. يبقى هتروح تتعين فين؟ في الجهاز المركزي. مين تاني اداك زماله النهارده؟ ذا ايجيبشن ايه؟ اسوسيشن اوف اكاونتنس اند ايه؟ اوديتور، اللي هي جمعيه المحاسبين والايه؟ والمراجعين. فالدكتور عايز يقول لك ان كل دول بيفتوا في الايه؟ رد عليا، في ان هم يدوك ايه؟ صلاحيات هنا في مصر. نوت ذا ريسنت ترند ان ايجيبشن بروفيشن انفايرمنت، اكتب جنبها مصر تأمل إلى. مصر تأمل إلى الاتجاه الحديث في المهنة. Issue a new act to organize the Egyptian CPA profession. نصدر قانون جديد غير قانون كام؟ 133 لسنة كام؟ 51. ولسه قايلينها. ننشئ higher accounting council اللي احنا لسه قايلينها، فاكرها ولا لا؟ to organize the Egyptian CPA profession. نعمل اكتب جنبها هيئه لاصدار الايه؟ المعايير. خلاص؟ لا ما هي بيقول لك مصر دلوقتي بدل كل دول. زي دلوقتي عارف انت ايه؟ لما عملوا وزاره الاستثمار تسمعوا عن حاجه اسمها خدمات الشباك الواحد، هو اللي بيروح يعمل الشركه ويعمل كل حاجه. فعايزين مصر تعمل جهه تسيطر على مين؟ رد عليا، على كل شيء. صعب الكلام؟ يعني احنا لو عملنا الجهه اللي هي اصدار المعايير دي، كل الجهات اللي بتترجم هتشتغل، كل ده يقعد بقى ويبقى عندنا حاجه زي الباك اب او زي الاي اي سي بي، هو اللي بيعمل ايه؟ كل حاجه. خلاص؟ تعبتوا؟ عايز بس يعني اديكم سامبل من التست بانك، سامبل سامبل. خلاص؟ سامبل اربع خمس اسئله سامبل بس، بص عليها اقرا. The responsibilities principle. عارف مين ال responsibilities principle؟ اللي هي اكتب جنبها المجموعة الأولى أو اكتب عليها الصفات الشخصية. Under generally accepted auditing standard. المجموعة الأولى من القوانين. Does not include. ما فيهاش مين؟ طبعا هي المجموعة الأولى كلها صفات شخصية، صح؟ بيقول لك ما فيهاش مين؟ ما فيهاش بي، لان بي اكيوموليت الايفيدنس في انهي مجموعه؟ الثانيه. انما فيها عايزين واحد عنده كومبتنس اند كابابيلتيز اللي هو تريننج، وفيها ديو كير، وفيها من ضمن ديو كير البروفيشنال ايه؟ سكيبتسيزم.
هو بيقول لك مين في دول مش في المجموعه الاولى، تاني واحده، لان تاني واحده تجميع الافيدنس في المجموعه الايه؟ تاني. طب تعال نشوف السؤال التاني. Which of the following is an element of a system of quality control؟ معلش ثواني. Element من system of quality control، اكتب العناصر الستة. بص بقى السؤال ببساطة بقى. اللي انشور بيؤكد ان الاذر كواليتي element، ان كل العناصر are being effectively applied، تم تنفيذها. المونيتورينج الاخير. طب اللي ورا. The general character of the responsibility. خلي بالك سؤال كلب قوي. بيقول لك السمة الأساسية of the responsibilities، المسؤوليات، characterized by، اللي اتشرحت فيه ال performance principle. عارف اللي هم مين؟ اكتب فيها المجموعة التانية، لان في ناس هنا تشوف responsibilities ايه ده المجموعه الاولى. لا، هو بيقول لك ايه المسؤوليات الاساسيه اللي توضحت في المجموعه الايه الثانيه. عارف المجموعه الثانيه اللي هي بتاعه الفحص، اللي هي بتاعه الفيلد ايه وورك. ممكن تقروا كده. تشمل ايه؟ سي. صح، اللي هي البلاننج وتجميع الايه ايفن. لان الاولى الكومبتنس والاندبندنس دي كانت في المجموعه الايه الاولى، الثانيه تقرير في المجموعه الايه الثالثه، الاخيره نيد تو اندبندنس ده في المجموعه الايه الاولى، انما المجموعه الثانيه هي تجميع الافيدنس والايه والتخطيط. فمين طريقه السؤال؟ طب اللي بعده. نقط تعتبر ميثودز، طرق يوزد باي سي بي اي فيرم، تستخدم لمكاتب المراجعه. خلي بالك تو انشور، عشان نتاكد ان المكتب ميتس طبق its professional responsibilities للكلاينت والاذر كواليتي كنترول، اللي هي معايير تطبيق الايه الجوده. خمسه. The standards of field work، اكتب فيها المجموعه الايه الثانيه. The standards of field work underlying generally accepted auditing standards include the following requirements. ها except، يعني اكتب جنبها مش في المجموعة التانية. اول واحدة adequately plan الwork، لا دي في التانية. تاني واحدة يجمع sufficient understand للشركة والinternal control، دي في التانية. تالت واحدة يبقى عنده due care، لا لان due care دي في المجموعة الايه الاولى. خدوا بالكوا شابتر 2 ما كانش ينفع يجي في حصتين ابدا. معايا؟ ينفع كان يجي في حصتين؟ ما يجيش. كنا لازم هنسقط حاجات. هنكروت حاجات فما كانش ينفع. 3 بقى ان شاء الله يعني. 3 و4. 3 ده بقى السلايدز بتاعته حوالي 80 سلايد. 3 انا هديك 3 في 8 ورقات. خلاص 3 ده هتشوفي هتشوفي 8 ورقات، ولا هتفهمي ولا منه ولا مني. يلا تعال بص السؤال الاخير ده. Which of the following elements of system of quality control، من العناصر الستة، is related، يرتبط ان الفيرم الشركة، ان الشركة تستلم، بص اللفظ، independent confirmation. استنى بس، هو يعني ايه confirmation؟ انت لسه مخدتوهاش. confirmation يعني نجيب مصادقات يعني خطابات من بره، من بنك، من محامي الى اخره. بس هو هنا هو بيتكلم في كلمة، ايه شرط ان الشركة تشتغل بمعيار الاستقلال، ان ما يبقاش الحاجة فيها تلاعب ولا انحياز. مين يا اولاد رد عليا؟ ethical requirements. فهمتوا الامور؟ طيب انا طبعا بميل ان انا المالتيبل تشويسز هجمعها على بعض واديها لك بفيديو. انت معايا ولا مش معايا؟ لان المالتيبل تشويس احنا عشان نقعد في الحصه هنتعرف، فانا هجهزها لك واديها لك في فيديو تذاكر. اتفقنا؟ يلا.